حلقة النهاردة خصصناها للجمهور التونسي. النهاردة معانا شوية أخبار كده عن الانتقالات، ولا إذا كان عن تصريحات منذر الكبير اللي قال تصريح غريب امبارح، وقال شوية تصريحات تانية بخصوص علي معلول، واتكلم عن نجم الزمالك برضو. فهنتكلم عن منذر الكبير المدير الفني السابق، بس برضو معانا خبر عن النجم الساحلي، وان فتحوا باب الترشح ومحدش اترشح، يعني محدش اترشح عشان رئاسة النجم الساحلي. فده بالنسبة لي برضو حاجة غريبة. وبرضو مانشستر يونايتد في كلام، بما اني مشجع لمانشستر، ان خلاص سابوا حنا بعل المجبري وتمت اعارته لفريق في الشامبيونشيب. ومعانا برضو خبر عن لعيب فيوتشر والترجي بيتخانقوا عليه، لعيب مغربي ومهاجم، يعني من المهاجمين الكويسين ولعيب كويس، مين اللي هيصفر بيه؟ كل الاخبار دي هنقولها جوه الحلقه. لو بتتفرج عليا اول مره اشترك في القناه وفعل زر الجرس، لو متابعني على طول اهم حاجه طبعا تعمل اللايك والشير للحلقه، وفي الكومنتات قول لي رايك. تعال بقى نفصص الاخبار اللي معانا واحده واحده ونصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ويلا بينا. بدايه لو هتكلم في الاول هتكلم عن منذر الكباير، لانه قال تصريح من وجهه نظري مستغربه. يعني مدير فني السابق واللي صعد بالمنتخب التونسي لكاس العالم، دلوقتي طالع يقول ان كنا محظوظين ان احنا لعبنا مالي في التصفيات او في مباراة السد، لان لو كنا لعبنا فرقة تانية من الفرق القوية ما كناش هنصعد. من وجهة نظري شايف ان أنا أنت طالع تقول الكلام ليه دلوقتي؟ فأنا مستغرب التصريحات بتاعته، لأن المنتخب التونسي أثبت عكس كلامه بدليل البطولة الودية اللي اتلعبت في اليابان واللي كسب فيها تشيلي واللي كسب فيها اليابان المنتخب التونسي وخد البطولة. فده يدل مش عارف خلافات، يعني هو عشان مشى طالع يقول الكلام ده؟ أنا شايف لا، أنا شايف عكس كده. المنتخب التونسي منتخب قوي مصمم، وكل مره هطلع اتكلم فيها ان المنتخب التونسي ما بيعتمدش على النجم الواحد. المنتخب التونسي عنده مجموعه لعيبه بيعتمد على اللعب الجماعي والشغل الجماعي. يعني مش بجد يعني خانوا التعبير او خانوا الكلام منذر الكباير عن المنتخب التونسي وانه صعد عشان مالي وهي اقل فرقه كانت موجوده؟ انا مش متفق معاه تماما في النقطه دي، واشاد بعلي معلول وسيف الدين الجزيري اذا كان في الاهلي ولا اذا كان في الزمالك، وقال ان علي معلول يمكن من احسن المدافعين الافارقه اللي جم في تاريخ افريقيا وساهم مع الاهلي. وبرده اتكلم عن واشاد برده بالجزيري مهاجم الزمالك، وقال ده مهاجم جامد ومن المهاجمين المميزين لمنتخب تونس والتونس. فاستغربت لما قريت وسط الكلام كلامه عن مباراه مالي وان منتخب التونسي لو اي حد ما كانش صعد بخلاف مالي. نيجي بقى لخبر تاني يخص جماهير النجم الساحلي، اللي انا يعني فاجئت ازاي يفتحوا باب الترشح لرئاسة نادي كبير وعريق زي النجم الساحلي من الاندية الافريقية ومن الاندية التونسية العريقة، ويعتبر من الفرق الطب في تونس. ازاي يفتحوا باب الترشح ومحدش يخش يترشح، وقفل الباب ولسه مش عارفين ايه اللي هيحصل؟ هل هيتم تعيين لجنة مؤقتة تدير لغاية ما يفتحوا الترشح تاني؟ ولكن الخبر غريب، ايه الخلاف؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي يعني مفيش في النجم الساحلي كوادر او ابناء النادي من اللاعبين القدامى او ناس من اللي كانوا موجودين وبيلعبوا كرة زمان، مفيش حد فيهم عايز يترشح لرئاسة النجم الساحلي؟ هل هي خلافات مادية؟ الدنيا ماشية ازاي في النجم؟ انا مش متابع قوي صراحة، يعني بالذات يعني عن الامور بتاعت الاندية، بما اني مصري مش تونسي. النجم جمهوره طبعا هو ادرى بالكلام ده، يوضح لي في الكومنتات ويقول لي ايه اللي بيحصل، لان انا كمصري كاهلاوي مستغرب ازاي فريق زي النجم يفتح باب الترشح ومحدش يترشح، ويتقفل الباب ومحدش برضه موجود في الترشح. يعني بجد خبر بالنسبه لي غريب واستغربته قوي قوي. نيجي بقى لانصار الترجي. الترجي اللي فيه لعيب في عركه هتحصل ما بين فيوتشر وما بين الترجي عليه،
في الفترة الجاية. اللعيب المغربي اللي بنتكلم عنه منتصر الاحتيمي، لعيب بيلعب في الفتح الرباطي المغربي، مهاجم ومهاجم يعني من المهاجمين الكويسين. في خلاف دلوقتي او في عركة هتحصل ما بين فيوتشر القاتل في الدوري المصري والترجي في تونس. فيوتشر على فكرة من الفرق برضو اللي عندنا في مصر شركات معهم فلوس حلوة وبيدفعوا فلوس حلوة، هل هيروح الترجي ولا هيروح فيوتشر؟ يعني خلينا اتفق معاك ان انا كنجم ممكن افكر تفكيرين. التفكير الاول طبعا الترجي، بما ان الترجي من الفرق الكبيرة، ده واخد افريقيا 4 مرات، واخد سوبر، فرقة لعبت كاس العالم للاندية، تاريخ. فيوتشر لسه صاعد السنة دي للدوري، بس هل هنا التفكير تفكير اللاعب نفسه هيبقى في الفلوس ولا في التاريخ؟ برضو شفنا لعيبة كتير بتختار الفلوس على التاريخ، وفي لعيب يقول لك لا انا اختار التاريخ عن الفلوس. لكن هنشوف الايام اللي جاية ايه اللي هيحصل ومين اللي هيظفر بخدمات المهاجم المغربي. نيجي بقى لاخر خبر معانا وهو حنا بعل. حنا بعل من اللعيبة اللي احنا كلنا عارفين لمنتخب تونس ونجم صاعد وبيلعب في مانشستر يونايتد، ويعني من ناشئين مانشستر يونايتد ولعب في مانشستر في الناشئين. لكن في كلام ان تين هاج رفضه في الوقت الحالي، ومش من خيارات تين هاج، وان تين هاج شايف ان طريقته ما تناسبش طريقة لعبه، وانه شايف انه حتى في الفترة دي مش هيبقى محتاج لخدماته، فهيوديه نادي تاني زي ما بنشوف لعيبة كتير بيبقوا في فرق أوروبية كبيرة وبيروحوا يودوهم إعارات عشان بعد كده يشوفوا في الإعارة هيعمل إيه وهيوديه في الشامبيونشيب برضو الدرجة التانية، بس برضو دوري قوي مهما كان، دوري إنجليزي قوي. فمش عارفين هل هيرجع تاني مانشستر ولا هيتباع نهائي. الكرة دلوقتي في ملعب حنا بعل، لازم يثبت نفسه ويثبت لتين هاج إنه قدير أو قادر إنه هو يمثل مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد من الفرق الكبيرة، شفنا محمد صلاح دلوقتي اللي هو من اعظم 3 لعيبة في العالم حاليا، ومحمد صلاح اللي هو نجم ليفربول واللي عمل كل حاجة مع ليفربول. اول سنة ليه كانت في الدوري الانجليزي تشيلسي، ما لعبش 3 ماتشات على بعض وراح برا اعارة وبع نهائي، وبعد كده رجع على ليفربول بقاله 5 سنين والستة جاية افضل لعيب في الدوري الانجليزي 2-3 وهداف الدوري الانجليزي 3 مرات، اثبت نفسه ورجع اثبت نفسه. فعلى حنا بعل برضو انه ما يزعلش انه هو مشى من مانشستر. مانشستر فرقه كبيره، بس انت لازم تثبت نفسك وانت لسه صغير في السن ولسه لعيب، يعني نقدر نقول عليه لسه في مقتبل عمره، لازم تثبت نفسك في الفرقه اللي انت رايح لها. ممكن تتألق مانشستر يونايتد، هيجيبك هيرجعك تاني وهتلعب وهتبقى ليك مكانتك. لكن هي اي فرقة وبالذات مانشستر في الوقت الحالي بتبني فريق وجايبة مدرب جديد، فعايزين ينافسوا، فمش هيعتمد على لعيب ناشئ او لعيب لسه صغير في السن، هو عايز يعتمد على اللعيبة الكبيرة وبيجيب صفقات عشان يبتدي ينافس. فلازم حنا بعل يبتدي يشتغل على نفسه وانه يثبت لتين هاج وإدارة مانشستر يونايتد انه جدير انه يلبس قميص مانشستر يونايتد. كده بكون وصلت معاكم لنهاية الحلقة دي. كانت اخبارنا النهاردة عن تونس وعن يعني ابرز الاخبار النهاردة عن تونس. قولي رأيك في الكومنتات، لايك وشير، ودمتم في امان الله. ولو عايزين نتكلم برضو في الحلقات اللي جاية قولونا في الكومنتات، ودمتم في امان الله. سلام.